ليسون 9 مكملين مع بعض بالنسبه الاولى سوري جريد 2 وثانيه تجريبي سوشيال ساينس. هنشوف بقى بيتكلم عن ايه الليسون ده، هناخد كلمات ويلا. عائلات يعني ايه جمع عائله؟ فاميليز. فاميليز طيب كلمه مختلف يعني ايه؟ ديفرنت. برافو. كلمه مختلف يعني ايه؟ ديفرنت. طيب شهر يعني ايه؟ لا الاو سايلنت، نحط اكس تحت الاو مش هتتنطق، حط اكس تحت الاو مش هتتنطق. مانس يبقى اسمها ايه؟ مانس. اسمها ايه؟ شهر. صغير الاسد يعني اسد صغير لسه مولود، بقول عليه ايه؟ بيبي لاين. اوكي. مدينه. لا اكتبها على السي سين لان جه بعدها اي، السي لما بيجي بعدها اي او اي او واي بتنطق سي. السي لما بيجي بعدها اي او اي او واي بتنطق سي. سيتي يبقى اسمها ايه؟ سيتي. سيتي اللي بعده يلا. يزور يعني ايه؟ يزور. فيزيت. يزور يعني ايه؟ فيزيت. فيزيت يلا اللي بعده. يطعم حد او ياكله يعني ايه؟ فيد. برافو. كلمة معا يعني مع بعض اسمها ايه؟ تعالوا عند التي اتش واكتب عليها حرف الزي اللي هي الزد. زي. يبقى اسمها تو ايه؟ توجذر. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ توجذر. يلا مع بعض. عائلة كبيرة. بيج ايه؟ يلا احنا هنا بيج فاميلي. عائلة كبيرة. بيج فاميلي. بيج فاميلي. عائلة صغيرة. لا سمول عكس كبيرة ايه؟ سمول فاميلي. بيج فاميلي عيلة عددها كبيرة اهي، دي عيلة عددها صغير مكونة من أربع أفراد بس سمول فاميلي. سمول فاميلي. يلا العش يعني ايه؟ نيست. نيست. اوكي. أسد صغير. كاب. 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 طيب قطيع الصوت مع بعض مجموعة منهم اسمها ايه؟ برايد. برايد. اوكي اللي بعدها قطيع من الافيال، مجموعة افيال بتبقى ماشية مع بعضها بسميها ايه؟ هير. برافو. يلا نخش على التدريبات مع بعض لانها احلى طريقة بتفهم التجريبي. يلا elephant live in a group عايشين في مجموعة cold اسمها ايه؟ cold. ها الاليفانت لما بيعيشوا جروب مع بعض بيبقى اسمه قطيع يعني ايه؟ بسميه ايه؟ نست ولا برايد ولا هيرد؟ قطيع الافيال كان اسمه ايه؟ هيرد. هيرد. برافو لسه كنا قايلينه هيرد. اللي بعده لوتس اوف لاينز. لوتس اوف لاينز. هي لوست اوف لاينز كثير من الحيوانات اللي بيعيشوا فين؟ بقول توجذر معا ولا ديفرنت ولا انذر؟ هي اسرع. لا عايز اقول معا. معا نحاول، احنا لسه واخدين الكلمات بس بنحاول نفكر عشان تثبت. توجذر. برافو عليك. بيعيشوا توجذر يعني معا. ذا بيبي لاين. البيبي لاين ار كولد بسميه الاسد الصغير. البيبي لاين هيرد ولا نست ولا كيوبس؟ كيوبس. اوكي برافو كيوبس. ليف ان جروب هيلد كولد هيرد. المجموعه اللي كان اسمها هيرد لسه قايلينها كان اللاينز ولا البيردس ولا الاليفانت؟ الاليفانت. من قطيع الفيله كان اسمه هيرد. يلا وي نو ات ماي جراند بيرنتس فيري مانس. ايه بنزور يعني ايه؟ بنزور جدنا. ووتر ولا فيد ولا فيزيت؟ فيزيت. بنزور. برافو. السهل بتاع الماتش ده بنعمله لوحدنا هوم وورك. الاولاد بيتدربوا عليه لوحدهم في البيت. يلا بنحل مع بعض سؤال الري ارينج. هنبدا ببيبي. يلا كلنا مع بعض. بيبي ايه؟ بيبي ايه؟ بيبي بيعيشوا. لازم بعد الفاعل بدور على فعل واللي باخده بنشطب عليه بالشكل ده يبقى اسمها بيبي ايه؟ بيبي. يا بنت ايه بيعيشوا يعني ايه؟ فين الفعل؟ ليف. ليف. بس لقينا كلمة بيردز يبقى بيبي بيردز الطيور الصغيرة. سوري انا مشفتهاش.
baby birds بيعيشوا live in a nest. baby birds الطيور الصغيرة live in a nest يعني بيعيشوا في ايه؟ في العش. يلا baby cubs اللي هي الأسود الصغيرة ها بتسمى يعني ايه؟ cold ولا are cold؟ واللي بناخده يا جماعه نشطب عليه بالمنظر ده الاسود الصغيره are cold يعني بتسمى ايه lions baby lions baby lions يلا بيبي لاينز الأسود الصغيرة are cold بتسمى cubs اللي بعده elephants elephants يعني الأسود ها مالها live in بتعيش في a herd elephants الأسود live in a herd elephants live in a herd مكملين مع بعض my ها my different grandparents مالهم live in a بيعيشوا فين سيتي مدينة آخر حاجة I have أنا عندي وبنفس الطريقة بنشطبها كده I have two sisters عندي أختين and brother ودي بكده بتخلينا إن إحنا لازم الأولاد بنحفظ الجمل بالترتيب عشان يحلوها مع بعض Baby birds live in a nest. Baby lions are called small cubs. Elephants, الفيلة live in a herd. بيعيشوا في قطيع. My different grandparents, أجدادي live in a city. عايشين في مدينة. I have two sisters. عندي اتنين اخوات بنات. And brother. وأخ واحد. اوكي مكملين مع بعض نقرا كلمات ليسون 10 يلا بيرثدي عيد ميلاد ايس كريم كوكيز كيك سان سكرين اللي هو كريم الوقاية من الشمس اللي بحطه وانا رايحة مصيف بس عشان وشي ما يتحرقش سان سكرين المشروب بسميه أدرينك وده سؤال لعرض الطلب Would you like some ممكن نعملها بقى مع بعض اسأل زميلك هتقول له ايه Would you like هل تريد بعض الايس كريم هتقول له ازاي يلا سمعني كده يا محمد لا نعلي صوتنا Would you like some نعلي صوتنا Would you like some cake ولو انت عايزة تقول له ايه yes please يلا قولي yes please yes. يبقى لما بعرض حاجة على حد Would you like some لا مش سامع Would you like some